الرئيس السيسي يوجه بمراعاة تفاصيل منشآت العاصمة الإدارية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع. حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يتصدر نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي. الصحة تعلن تسجيل 648 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحي الحكومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء إيهاب بلفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية. كما وجه الرئيس السيسي بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري داخل العاصمة الإدارية، وذلك ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة. أعلنت السلطات اللبنانية عن رفع سعر الخبز المدعم وسط أزمة معيشية صعبة فقامتها تدابير الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية إن سعر كيس الخبز وزن 960 جرام ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، مرجعة هذه الزيادة إلى عدم تشكيل الحكومة، ما أدى لانخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدى لارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الخبز. قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عاد إلى البلاد بعد إجازة خاصة في الخارج أجرى خلالها فحوصات طبية تكللت بالنجاح، ولم تحدد الوكالة البلد الذي زاره الشيخ نواف. أظهرت استطلاعات الرأي تصدر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج الكنيسة الإسرائيلي. وتوقعت استطلاعات الرأي حصول كتلة اليمين المؤيدة لنتنياهو على 61 مقعدا، ما أدى أو ما يجعله مرشحا بقوة لتشكيل الحكومة المقبلة. من جانبه وصف نتنياهو نتائج الانتخابات بأنها تمثل انتصارا كبيرا لليمين ولليكود. أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة الاتحاد الأوروبي 27 المقرر عقدها غدا الخميس عبر الفيديو كونفرنس. وقال ميشيل في تغريدة عبر تويتر إنه وجه دعوة لبايدن للانضمام إلى القمة لعرض رؤيته للتعاون المستقبلي بين الاتحاد وأمريكا، مضيفا أن الوقت قد حان لإعادة بناء التحالف عبر الأطرسي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 648 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 500 متعافي من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 150 ألف حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل على نحو خطير، داعية جميع البرازيليين للالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشي الفيروس. وقالت مديرة المنظمة في إقليم الأمريكتين كاريسا إتيان إن عدد الحالات ارتفع في ولايتي بوليفار وأمازوناس بفنزويلا وفي المناطق الحدودية في بيرو وبوليفيا، مضيفة أن معدلات الفيروس لا تشهد تراجعا، كما أن الجائحة لم تبدأ في الانحسار بعد. نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب رأسي. شكرا لكم على حسن المتابعة.